قضية الادعاء الوطنية وهم أتى بهم المحتل الأمريكي، هذه حقيقة مزحة سمجة، لأن هؤلاء أتى بهم المحتل وهم صغار أمام المحتل الأمريكي، وهو الذي ساندهم ولا زال يساندهم في هذه العملية السياسية البائسة. فبالتالي يضحكون على الشعب العراقي بهذه الكلمات جدولة الاحتلال. ما هو أنت اللي أتى بكم الاحتلال، ولا أنت كنتم في مزابل العالم، جئتم إلى العراق تحت بسطال الجندي الأمريكي، والآن تدعون الوطنية للدعاية الانتخابية وأوامر إيرانية. وحتى الأوامر الإيرانية والمشروع الإيراني الأمريكي الصهيوني في الشرق الأوسط مشروع واحد، وهم يتبادلون الأدوار هنا وهناك. هذه الدعايات فقط قبل الانتخابات، وهي دعاية سياسية لأغراض الانتخابية فقط، ليس لهم القدرة لا على التأثير ولا اتخاذ القرار. نتمنى أن يصدقوا 1 بالمليار من مما ادعوه على الحرص على العراق، لأن الحريص على العراق لا يأتي مع المحتل ويطالبه بالرحيل. هذا الكلام يقولونه لأسيادهم الذين أتوا بهم، وهم الشعب العراقي أصبح واعي كثيرا، وكل هذه الألاعيب أصبحت واضحة، فيلعبوا غيرها مثل ما يقول المثل العراقي الشهير. هذا الأمر حقيقة، الدعاء الوطنية واللبس ثوب الوطنية دائما قبل الانتخابات تزداد عندهم شحنة الكذب والدجل وعدم الحياء من الله سبحانه وتعالى والحياء من الناس، لأنه هؤلاء الناس بلا حياء. لو كان عندهم حياء فعلا لما تجروا على هذا الطلب الذي يحرجهم هم، لأنهم من هذه الأحزاب؟ من أتى بها؟ يسألون هل أتوا بثورة إلى العراق أم تدميم الدبابة الأمريكية؟ إذا تريدون تطالبون بانسحاب القوات الأجنبية من العراق، ليش ما تطالبون بانسحاب القوات الإيرانية من العراق وانسحاب الميليشيات السياسية الإيرانية التي ارتباطها بإيران مباشرة من العراق، اللي دمرت ولا تزال